تتبعوا كما كان ما في بالكم شوتوكا، معناتها الهجوم صاير في اللحظات اللي نحكيو فيها الآن، معناتها على أوكرانيا من قبل روسيا. عملية عسكرية بدأت معناتها منذ تقريبا ساعة وأكثر شوية، معناتها ساعتين، باش ناخذوا تحليل تداعيات هذا الكل مع السيد أحمد ونايس. صباح النور، مرحبا بك على موجة إكسبريس اف ام. نعم، كان معنا في المباشر سيد أحمد ونايس. نعاودوا نتصلوا به تو سويت في المباشر، باش نحاولوا زاد نمشيو الأوكرانيا مع ممثل عن الجالية التونسية على عين المكان، نمشيو القلب الحدث كما نقولوا. تو سويت فاصل من لحظات ونرجو معكم لحظات تو سويت. معنا سيد أحمد ونايس من جديد الانترفيو. انترفيو اكسبريسو. سيد احمد ونايس، صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. بدا عمليه عسكريه روسيه ضد اوكرانيا، كان تعطينا قراءتك تداعيات هذا الكل سيد احمد ونايس. حتى التوا ما بلغناش بصفه ثابته هجوم شامل على ارض اوكرانيا وعلى العاصمه، ما بلغش، لكن يظهر ان هذا في الحساب، يعني وقع الانذار فيه. اللي سجلناه حتى التوا هي مواجهة ضمن الأرض الأوكرانية، ماهيش خارج أرض أوكرانيا، بين الجيش الوطني الأوكراني الشرعي وقوات الدفاع متاع المقاطعتين دونباس ولوهانسك معززتين بالقوى الروسية. لكن التراشق معناه بالنار محصور في المناطق المجاورة للمقاطعتين هذية ما شملش أرض أوكرانيا، يعني ما نجموش نقولوا حرب، هي السعي إلى إعادة المقاطعتين إلى أرض الوطن، ولا من جانب الدونباس ولوهانسك السعي إلى إقرار استقلالها. هذا اللي نجم نسجلوه حتى التوا. طبعا ما وراء اوكرانيا هي قوات عظمى، وما وراء المقاطعتين هي قوه عظمى اللي هي روسيا. فهمت؟ بالنسبه لروسيا ماهيش الحرب الاولى، لان في جورجيا يعني بلاد جورجان احنا نقولوا في تونس، كانت شرعت في حرب وانتصرت فيها بسهوله على القوى الجيورجية، واحتفظت بمقاطعتين اللي هي يعيشوا فيها أقليات راغبين في الانتساب إلى روسيا، حافظت عليهم القوى الروسية إلى اليوم. فاليوم العملية تتجدد مع أوكرانيا، لأن المقاطعتين هذه دونباس ولوهانسك السكان فيها من أصل روسي واللغة الروسية والثقافة الروسية والميل السياسي الروسي، ما فما حتى شك في هذا، والأوروبيين يعرفوا هذا وأمريكا تعرف هذا، بحيث حتى التوى العمليات محصورة. مش معناها ما فماش أزمة أوروبية، ما نجمش نقول أزمة عالمية حتى التوى. الجانب العالمي متاعها هو ارتفاع سوم النفط، معناها الارتفاع هذايا يذكرنا بحرب العراق ويذكرنا بالأزمات العالمية، لكن حتى التوا معناها كأنهم يجربوا في امتحانات، وما نجموش نقولوا أن قطع الخط مع السيد أحمد أونيس. عاش كان موجود معنا السيد أحمد. بالنسبه لنا تكنيكمون معناتها موجود، يقول لي مشكل نتاع غيزو ميساج. نحاولوا نرجعوا لسيد احمد ونايس قبل نتصلوا معنا رئيس جمعيه الجاليه التونسيه باوكرانيا. كان ممكن بصراحه معنا هو في المباشر الان، كان ممكن نتصلوا بعجاله، دونك كان نطمنوا عليهم نفهموا معاهم معناتها شنو الوضع.
تنسيت حاولوا نرجعوا معهم، خلينا نمشي واحنا مع ريم حمروني في كلمة وقص نرجعوا.